عند شعورك بالغضب أو الحزن أيوة أو مشكلة أو حي الله شيء، شو معقول يكون ردة فعلك؟ ردة فعلي حسب إيش أقرب شيء فيه. ها القهوة حصب القهوة كبها في وجهه. لا لا حسب صراحة، احيانا اقدر اعمل كنترول لنفسي، احيانا ما اقدر اعمل كنترول حسب الموقف اللي انا بنحط فيه. بس على الاغلب احاول قد ما اقدر انه انا قبل ما اقوم باي رده فعل ممكن تكون متهوره، احاول انه انا افكر ايش اللي حيصير، ايش ردات الفعل من هذا الشيء اللي انا حسويه. فدائما احاول انه انا مؤيد هدي نفسك طالع في مكان ثاني وامشي سيده، ابعد عن الموقف اللي صار هذا. وصل لك خبر مفرح كثير، مين اول شخص تخبره اياه؟ أول شخص أخبره هو أقرب واحد لي، أقرب واحد يعمول إنه أقرب واحد في حياتي، أقرب شخص لي. ما أقدر أستحمل أنا على طول أسمع ترى أنا نجحت في الجامعة ولا أنا عديت المادة ولا أي حاجة، فأقرب على طول أدي الخبر. إلا إذا كان شيء محزن لا صراحة العكس أخليه إلين ألاقي أحد يفهمني مظبوط وأقول له هو. طيب خبرني شيء ندمت عليه. شيء ندمت عليه؟ شيء ندمت آه في أشياء كثير ندمت عليها صراحة، اني اعطي اسراري للناس ما تستحق انه احنا نديهم الاسرار. فيا جماعه اذا عندك سر مهم خليه لك، خليه لك ولا تقول لي اي احد، عندك انت سرك في جيبك ولا احد لازم يعرف، احسن شيء.